فالطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة معنوية أي الطهارة من الشرك والمعاصي والبدع، وهذه أهم ما يكون في الطهارة، لأننا الآن عندنا إنسان مسجون مقيد بالسلاسل، تطهر من النجاسة قال ما استطيع، توضأ قال ما استطيع، استقبل القبلة ما استطيع، تطهر من الشرك، ها إذا ما يمكن، يسقط عنه استقبال القبلة وإزالة النجاسة، نعم، وستر العورة، لكن ما يمكن يسقط عنه الإسلام، صحيح؟ نعم. طهارة معنوية، الطهارة المعنوية أي يتطهر من الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي والبدع، كما تقدم معنا في تحقيق التوحيد، تخليص التوحيد من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي. والطهارة حسية محسوسة، اسمع، إذا قال لك طهارة حسية أو المحسوس، المحسوس هو ما يدرك بالحواس، ما يدرك بالحواس الخمس، نعم. الحسية قلنا إما طهارة حدث، أي حدث أكبر وحدث أصغر، حدث أكبر اغتسال، حدث أصغر وضوء، سوف يأتي معنا بإذن الله تعالى موجبات الغسل وموجبات الوضوء، هذا طهارة حدث أكبر وأصغر، وطهارة خبث، ويأتينا الأشياء النجسة والنجاسات. طهارة الخبث تكون من تطهر ماذا؟ البدن والبقع المكان والثوب، نعم، على ما سيأتي معنا أنه لابد أن يتطهر إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء: بدن وبقع وثوب. وإزالة النجاسة هنا إزالة النجاسة تكون إزالة النجاسة سواء في الحدث الأكبر والأصغر أو إزالة النجاسة هنا تكون بماذا؟ بالماء وهو الأصل، وبالتراب وهو الفرع. بالماء وهو الأصل اغتسال أو وضوء، بالتراب وهو الفرع تيمم، يقوم مقام الاغتسال ومقام الوضوء.